أهلا بكم مشاهدينا في حلقة جديدة من شوط إضافي تتابعون فيها. دوري أبطال أورفا لكرة القدم، فعالية رياضية للناشئين بهدف دعم المواهب السورية الشابة. وفي محورنا الثاني، بعد انتقاله للعب في الإمارات، أزمة بين نادي أهلي حلب واللاعب زكريا رمضان. أقيم في ولاية أورفا التركية دوري لكرة القدم لفئة الناشئين لمن هم تحت 17 عاما وبمشاركة 14 فريقا، إذ يسمح لكل فريق بضم 15 لاعبا من ولاية أورفا والولايات المحيطة بها. يهدف هذا الدوري لحماية المواهب السورية في المهجر وعدم انقطاعهم عن لعب كرة القدم. التفاصيل في سياق المادة الآتية. أنا عمري 17 سنة، أعشق كرة القدم من وأنا وصغير. حلمي أكون يعني أفضل حارس بالعالم، وإن شاء الله مع الأيام أثبت هالشيء. شاركت بدوري أبطال أورفا للناشئين وحققت البطولة وأخذت أفضل حارس بفريق رجال، شافوا حراستي كويسة وقدموا لي ألعب معاهم. البطولة اسمها دوري أبطال أورفا للناشئين تحت 17 سنة. أقمنا هذه البطولة للاعبين الموجودين السوريين بأورفا ونواحي أورفا وولاية عينتاب. طبعا هذه البطولة الهدف منها أنه هذه المواهب نكون قادرين أنه نروجهم الأندية التركية. طبعا شاركت قرابة 14 فريق، من فيها لاعبين موهوبين وفي لاعبين صاروا يشاركوا مع بطولة الرجال. احنا فريق محسن، جينا من مدينه تل ابيض، تبعد ساعه ونص عن مركز مدينه اورفا. شاركنا بالبطوله، وصلنا للدور نصف النهائي، وكان الحلم الوصول للنهائي. هدف من المشاركه هو سحب الشباب من الشارع وتنميه المواهب الرياضيه، لأن الرياضه هي المتنفس الوحيد في تركيا. أنا جاي أتفرج يعني على الدورة اللي صارت هنا بولاية شانلي أورفا للناشئين، لأني بحكم أني أنا سابقا كنت لاعب نادي الفتوه، بالإضافة إلى أنه ابني يشارك مع فريق محسن، اللي أتمنى له أني أشوفه بمحافل عربية وعالمية بأقرب وقت إن شاء الله، على الأقل نحقق به حلمنا اللي ما قدرنا نحققه بسوريا نتيجة للواسطات والمحسوبيات اللي كانت بزمننا وللآن موجودة. للوقوف أكثر على هذه الفعالية الرياضية ينضم إلينا فايز الخالد، منظم دوري أبطال أورفا لكرة القدم. مساء الخير وأهلا بك أستاذ خالد. يعني لو تعطينا لمحة في البداية عن البطولة أستاذ فايز. مساء الخير لك أستاذ، ومساء الخير للمشاهدين. طبعا مثل ما شفنا بالتقرير، هي بطولة قمناها في أورفا للناشئين، طبعا اللاعبين السوريين الموجودين بأورفا وحتى ولاية عينتاب ونواحي أورفا. طبعا هي بطولة خاصة بالناشئين تحت 17 سنة. نعم. هاي البطولة كان الهدف منها اكتشاف المواهب والوقوف على مستواهم من خلال الأكاديميات اللي ترفدنا باللاعبين. هاي البطولة تخلينا نشوف اللاعبين نقف على مستواهم، يستمرون ممارسة كرة القدم، ونكون قادرين أن نروجهم الأندية التركية أو حتى خارج تركيا. طيب كابتن فايز، يعني كيف يتم تشكيل هذه الفرق التي تشارك، وكيف يتم عملية أو تتم عملية استقطاب المواهب لهذه الفرق؟ لو تحدثنا بإيجاز عن هذا الموضوع. طبعا أستاذ، تشكيل الفرق هو عن طريق المدارس والأكاديميات الناشئة الجديدة في أورفا ونواحي أورفا. طيب هل كان هناك يعني صعوبات أو عوائق واجهتكم أثناء يعني
إعداد أو تنفيذ هذه البطولة أو هذا الدوري من لحظة إنشاء، أو كم سنة تقريبا صلكم بهذا الدوري؟ طبعا استاذ الكريم، احنا في دوري الرجال صار لنا اكثر من سنتين، دوري ابطال اوروبا نفس التسميه ولكن انا اتحدث عن دوري الناشئين. بعدين لاستمرار دوري الرجال طبعا هو موصول ببعض الموضوع، للاستمرار بدوري الرجال كان لابد انه نهتم بالفئات العمريه وخاصه الناشئين العمر 17 سنه القريبه من مرحله الرجال، يعني فقررنا انه نشكل هذا الدوري ونستقطب لاعبين ناشئين. يعني هذا اول دوري، افهم منك هو اول دوري للناشئين كابتن فايز، هو اول دوري للناشئين؟ لا، هاي النسخه الثالثه طبعا، بس احنا كل شهرين النسخه الثالثه، هي كل شهرين نقيم بطوله نسخه، كل شهرين. طيب لو سالتك، يعني هل هناك لربما دعم متوافر، ادوات يعني، او يعني امور لوجستيه تلزمكم في عمليه تنظيم هذه البطوله؟ طبعا استاذي، دائما انت لابد من اهم شيء سواء الاستشارات الرسميه او الدعم المادي، انت بحاجه له دائما في اي عمل، فلا بد انه يكون عندنا دعم مادي او دعم لوجستي او من الجهات الرسميه التركيه او حتى من الجهات الرسميه للاجئين السوريين. صراحه هو هاي البطوله هي اجتهاد شخصي مني ومن اخواني الكباتن المدربين الفرق. طيب احب اشكرهم طبعا جميعا تعاونهم معنا وقدرنا نوصل لهي المرحله من البطوله. بكل تاكيد. لو سالتك كابتن فايز ايضا، هل يعني هناك او رفضتم او هل هناك رفض للانديه التركيه بلاعبين؟ سبق مثلا للاعب كان يلعب لديكم ذهب الى نادي تركي مثلا؟ طبعا اخي، هذا هو الهدف الاساسي لهي البطوله، وصار في حاليا عندنا لاعبين بتجربه مع حتى اهمها تجربه مع نادي قلط اسرائيل، راح يدخلون مرحله تجربه من عمر سوينا الدوري طبعا تحت 14 سنه بالفئه، تحت 14 سنه وتحت 17 سنه عندنا لاعبين راح يفوتوا بتجربه بنادي قلط اسرائيل. في الختام اشكرك جزيل الشكر فايز الخالد، منظم دوري ابطال اورفا لكره القدم، على هذه المداخله، شكرا لك. إلى موضوع آخر، فجر إعلان اللاعب السوري زكريا رمضان قنبلة داخل أسوار نادي أهلي حلب بعدما صرح علانية بانتقاله للعب في صفوف نادي النصر الإماراتي من أجل تمثيل الفريق الأول والرديف. نادي النصر لم ينشر إعلانا رسميا لضم اللاعب الذي تدرج في الفئات السنية للنادي الحلبي، إلا أن صورا له كانت قد نشرت ضمن مشاركات الفريق في دوري المحترفين لتحت 21 عاما بداية من 27 من آب الماضي. يذكر انتقال زكريا إلى النصر الإماراتي جاء بعد انتهاء عقده مع نادي أهلي حلب. إدارة نادي أهلي حلب نشرت بيانا ذكرت فيه أن اللاعب زكريا رمضان قد انتقل لنادي النصر الإماراتي من دون موافقة أو علم من ناديه. سألخص أبرز النقاط التي جاءت في هذا البيان. إدارة النادي الأهلي قالت إن زكريا قد أتم 28 عاما مع بداية العام الحالي، أو 18 عاما عفوا، في عام 2023، وهو ما يلزمه وفق القانون بتوقيع عقد رعاية لمدة 3 سنوات مع نادي أهلي حلب. ما حصل بأن اللاعب قد تغيب لمدة، وتناولت بعض منصات المواقع أخبار عن تعاقده مع أحد الأندية في الإمارات، وطلب بالحفاظ على حق نادي أهلي حلب باللاعب من خلال كتاب أرسل لاتحاد كرة القدم الممثل للنظام. اللاعب عاد من جديد والتحق بصفوف الفريق، وطلب منه في عدة مرات ضرورة التوقيع على عقد رعاية لمدة 3 سنوات، لكن اللاعب رفض ذلك. إدارة أهلي حلب أوضحت أن اتحاد الكرة طلب التنازل عن البطاقة الدولية للاعب من لنادي النصر طبعا كي يشارك أساسيا مع فريق الرجال، لأنه لا يصح من دون البطاقة الدولية أن يشارك، لترد طبعا إدارة أهلي حلب بعدم الموافقة على هذا الموضوع. نكمل أيضا في هذا الموضوع أعزائي المشاهدين، إدارة الأهلي هددت بأنها ستلجأ إلى الطرق القانونية من أجل تحصيل حق النادي، إذ فتح باب التفاوض مع نادي النصر الإماراتي ومطالبته بمبالغ بدل تعويض تدريبي عن السنوات التي قضاها زكريا رمضان في النادي، مؤكدة أن اللاعب وقع من تلقاء نفسه كونه يعتبر لاعبا حرا لرفضه توقيع عقد الرعاية.
يذكر أن زكريا رمضان قد سجل 10 أهداف مع فريق شباب أهلي حلب الذي توج بلقب بطولة الدوري للشباب في الموسم الماضي وحاز على لقب هداف البطولة ثلاثة مواسم متتالية، كما مثل منتخب الشباب التابع للنظام. في موضوع آخر، أعلن الاتحاد السوري لكرة القدم التابع للنظام عن تعميم خص به المنصات الإعلامية بضرورة عدم نشر أي من مقاطع مباريات الدوري الكروي قبل 24 ساعة على انتهاء المباراة. وقال اتحاد اللعبة في تعميمه إنه بناء على كتاب شركة صدى اف ام المالك الحصري لحقوق النقل الإلكتروني لمباريات الدوري الممتاز، نذكر بضرورة عدم نشر أي مقطع فيديو من المباريات قبل مضي 24 ساعة على انتهاء المباراة. وأضاف البيان أنه في حال مخالفة هذه الشروط فسوف تتعرض جميع الصفحات الناشرة للتبليغ أو اتخاذ إجراءات قانونية بحقها. أما بخصوص حقوق البث التلفزيوني للدوري السوري الممثل للنظام، فقد رد صلاح رمضان رئيس اتحاد اللعبة لموقع كليك نيوز الموالي على سؤال يتعلق بتوفير البث للمتابعين تلفزيونيا بالقول: اتحاد كرة القدم ينوي منح حقوق البث التلفزيوني لمباريات الدوري الممتاز للتلفزيون السوري في حال لم تتقدم أي جهة ناقلة لشراء هذه الحقوق، لكن بشرط الاتفاق على نسبة معينة من ريع الإعلانات. عدم تلقي عرض مناسب ماليا هو ما يدفع اتحاد الكرة للتوجه نحو تفضيل التلفزيون السوري على غيره، وهو أمر من شأنه أن يتيح متابعة المسابقة تلفزيونيا. طبعا هذا ما ذكره صلاح رمضان في حديثه. رغم وجود بث الكتروني لكل مباريات الدوري أعزائي المشاهدين عبر إذاعة صدى الموالية، طبعا هنا نشاهد أحد أعيال القاطرجي مع شادي حلوة مراسل القناة الإخبارية السورية الموالية أو التابعة للنظام، تعتبر طبعا هي ناقل حصري إذاعة صدى اف ام، إلا أن تردي حالة الإنترنت وارتفاع أسعار الخدمة جعل كثيرين يتحولون للنقل التلفزيوني الذي غاب عن أولى جولات الدوري. عموما فكرة نقل الدوري بالمجمل لاقت انتقادات وأيضا سخرية من المتابعين على منصات وسائل التواصل الاجتماعي. سوف نأخذ مشاهدينا بعض العينات أو التعليقات على منصة فيسبوك وماذا قالت. أول تعليق يقول: حبيبي بلاش ما بتفرج على هيك دوري، حقه فرانك مو لا يكون فيه لاعبين ومباريات، بتفرج على لعبة أولاد الحارة أحسن من هيك فرجة. في تعليق آخر أيضا مشاهدينا يقول: يحيى يستحق بجدارة كمان الدوري في عملاقي الكرة السورية حرجلة والساحل، الاتحاد السوري مفكر حاله عم يبيع حقوق الدوري الإنجليزي. في تعليق أخير يقول مو فؤاد يقول: مو لحتى يكون في كهرباء بالأول، يعني الشركة الراعية ما راح تستفيد شيء من النقل لأنه ما حدا راح يشوف شيء، بلد مشلول اقتصاديا. حسم التعادل الإيجابي بهدفين لهدفين مواجهة ريال مايوركا وبرشلونة ضمن منافسات الجولة السابعة من الليغا. سجل لريال مايوركا موريكي وبراتس في الدقيقتين الثامنة والدقيقة الثامنة والأربعين، بينما أحرز لبرشلونة رافينيا وفيرمين لوبيز في الدقيقة الحادية والأربعين والخامسة والسبعين. بهذا التعادل حافظ برشلونة على صدارة جدول ترتيب الليغا برصيد 17 نقطة، كما رفع ريال مايوركا رصيده إلى 6 نقاط في المركز الخامس عشر. في إيطاليا عاد يوفنتوس إلى طريق الانتصارات على حساب ليتشي بهدف دون رد في اللقاء الذي أقيم على ملعب اليانز ستاديوم في الجولة السادسة للكالتشيو. سجل ميليك هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 57 ليرفع اليوفي رصيده إلى 13 نقطة في المركز الثاني مؤقتا وبفارق نقطتين عن المتصدر إنتر، بينما تجمد رصيد ليتشي عند 11 نقطة وتراجع للمركز الرابع. بدأت محكمة التحكيم الرياضي الدولية جلسات الاستماع في قضية المنشطات الخاصة بلاعبة التزلج الفنية الروسية كاميلا فالييفا التي ألقت بظلالها على أولمبياد بكين الشتوي عام 2022. ومن المقرر أن تدلي فالييفا 17 عام بأقوالها عبر الاتصال المرئي في القضية التي تشهد استئناف الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات وادا والاتحاد الدولي للتزلج والوكالة الروسية لمكافحة المنشطات روسادا ضد قرار اللجنة التأديبية لمكافحة المنشطات في سادة. وتجرى جلسات الاستماع خلف أبواب مغلقة في مقر محكمة التحكيم الرياضي الدولية، ومن المقرر أن تستمر لمدة 3 أيام، لكن يحتمل أن تتواصل ليوم رابع. هذا ولم تعلن المحكمة موعدا من أجل صدور الحكم.
ختام شوط إضافي، إلى اللقاء.